فقرة توب 10 هنوريكم فيها بالصور معلومات عامة عن أشياء مرتبة ترتيبا تنازليا من العشرة للواحد. وبحلقة اليوم أصدقائي رح نحكي عن أصغر 10 بلدان في العالم، خلينا نتابع. في المرتبة العاشرة مالطا في أوروبا، تبلغ مساحتها 316 كيلومتر مربع. في المرتبة التاسعة جزر المالديف في آسيا، وتبلغ مساحتها 298 كيلومتر مربع. في المرتبة الثامنة سينت كيتس ونيفس في أمريكا الشمالية، وتبلغ مساحتها 261 كيلومتر مربع. في المرتبة السابعة جزر مارشال في آسيا، وتبلغ مساحتها 181 كيلومتر مربع. في المرتبة السادسة ليختنشتاين في أوروبا، وتبلغ مساحتها 160 كيلومتر مربع. أما المرتبة الخامسة سان مارين في أوروبا، وتبلغ مساحتها 61 كيلومتر مربع. في المرتبة الرابعة توفالو في أوقيانوسيا، وتبلغ مساحتها 26 كيلومتر مربع. في المرتبة الثالثة ناورو في أوقيانوسيا، وتبلغ مساحتها 21 كيلومتر مربع. في المرتبة الثانية موناكو في أوروبا، وتبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع. في المرتبة الأولى الفاتيكان في أوروبا، وتبلغ مساحتها 0.44 كيلومتر مربع.